السلام عليكم خياتي اخواتاتي، ان شاء الله يا ربي تلقى لكم هذا الفيديو بخير وباحسن الاحوال. طليت عليكم اليوم فيديو جديد ووصفه جديده، وصفه من سلسله الكاتو تاع العيد ان شاء الله. حلوه بذوق الكراميل بحشو جد رائع، الذوب في الفم كما راكم تشوفوا وبدون شوكولا. وبعد نشرح معكم الوصفه، ما عليكم غير تتبعوا الفيديو من الاول لاخير مرحله بمرحله، ففرجه ممتعه. وبسم الله نبداو على بركة الله. جبت ريسيبي وحطيت فيه 125 غرام تاع زبدة، شوية تاع فانيليا، ونص كاس تاع سكر كلاسي. راح نضيف عليهم مغرف تاع كاوكاو يكون محمص وملحي رقيق، هنايا تقدروا تستقنعوا عليها تماما. وبما انه الكاتو تاعنا بذوق الكراميل، راح نضيف توفيا اللي خدمتها معكم، وراح نخلي لكم الوصفة تاعها في صندوق الوصف. راح نضيف بيضه كامله، وراح نضيف شويه من عطر الكراميل اللي راح يعطينا جو مليح للكاتو تاعنا. راح نضيف مغرفه كبيره تاع زيت، وبلا ما ننساو رشه تاع الملح اللي راح تعدل لنا الذوق تاعنا تاع الكاتو. راح نخلط كلش بالميكسر ولا بيديك حتى يعني تحصلوا على قوام كريمي. بالنسبه لعطر الكراميل تلقاوه عند ليبيا دوزان الحلويات، راح يمدلكم واحد الجو، الريحه تاع الكاتو تاعنا تهب لي البنات. وانا في هذه المرحله نبدا نضيف الفرينه. انا الفرينه اللي استعملتها هي فرينه ماما تاع كيلو، تكون مصفيه دجاجه مخوله. وراح نبدا نضيف بشويه على هذيك الكاتو تاعنا. انا البنات مانيش راح نقول لكم شحال استعملت، لانه كل فرينه وكيفاه، كاينه اللي تشرب وكاينه ما تشربش. يعني تبقاو تضيفوا حتى تحصلوا على عجينه ما تكونش يابسه بزاف. لازم تخليوا العجينه تاعكم طريه شويه البنات، باه يجي الكاتو تاعكم يتفتت ويذوب في الفم. راني نضيف غير بشويه ونخلط غير بشويه هكا بصبيعي يدي برك، ما نعجنوش باه يجينا الكاتو تاعنا خفيف. ونلم فقط هكا حتى نتحصل على العجينه والقوام تاعها. كي تقيسوها يعني بيدكم الثانيه اللي ما تخدموش بها، تلقاوها ما تلاصقش في اليد. راح تحطوها ترتاح في ساشي، من الاحسن تخليوها نص ساعه على الاقل في الفريجيدار من بعد تخدموا بها. وهنا جبت هذا الليمون اللي تباعوا بالفرنك ولا ب15 مية نتاع البابيونا. راح نبدا نشكل فيهم العجينه تاعي. كما راكم تشوفوا ابسطت العجينه تاعي في يدي، ومن بعد راني نمشي فيها باه يخرج لنا هذيك الرشمه تاع المول تاعنا. راح يعني ما نخليوهاش خشينه بزاف وما نرققوهاش ياسر باه ما تكسرناش من بعد كي نجبدوها من الفرن. اذا 250 غرام تاع زبده راح دير لنا 40 حبه من هذا الكاتو. كما نعرفوا بلي هذا الكاتو يجي حبه فوق حبه، راح نحشيوها من الداخل. راح نكمل يعني نعمر هذا الليمون كامل تاعي، من بعد راح نثقبهم وندخلهم للفور باه يطيبوا لي. هنايا بالنسبه للطياب تاعهم ما تخليهمش يطيبوا بزاف باه يبقى لكم يعني من بعد راح يجيكم يعني الكاتو تاعكم خفيف وهشيش. وهنا راح نجيو نوجدو مع بعضنا كريمة الشامية اللي راح تعطي ذوقك مليح بزاف لهذا الكاتو تاعنا. نحتاجو كمية من الشامية ولا حلوة الطحينية، ونحتاجو كذلك شوية تاع زبدة، واحد ربع مغارف تاع زبدة يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ونحتاجو مغرف تاع كراميل لأنو الكاتو تاعنا بذوق الكراميل. تقدروا تضيفو سكر كلاسي، لكن أنا ما حبيتش نديرو لأنو ديجا الشامية تاعنا حلوة بزاف. وضفت شويه تاع فانيليا، خلطهم بالميكسر حتى تحصلت على هذا الكريمه. راح نحطها في اون بوش ونبدا نخدم بها. بعد ما خرجت الكاتو تاعي كما راكم تشوفوا ما خليتوش طاب بزاف، راهو اللون تاع الكراميل خرجته وخليته حتى برد، ومن بعد مولته وجبت هنا في اون بوش حطيت هذيك الكريمه تاع الشاميه والتوفيا اللي كنت خدمتها معكم. وراح نخلي لكم الوصفه تاعها في صندوق الوصف. وعندي شويه تاع بندق حمصته في الكوشه. هنايا بديت نعمر الكاتو تاعي، وهنا راح نبدا نحشي الكاتو تاعي. من جهه حطيت كريمه الشاميه، ومن جهه ثانيه حطيت توفيا كراميل كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. من بعد راح نضيف هذاك يعني الحبه تاع البندق كسرتها على اثنين وحطيت في كل جهه النص. من بعد راح نقفل الجهه اللي فيها الكراميل، راح نحطها فوق كريمه البندق، والجهه اللي فيها كريمه البندق راح نحط فيها الكراميل عفوا بهذه الطريقه. بالنسبه للبندق حمصته يعني شويه في وسط الفور،
خرجته ونقيته وراح نحشي بيها. طريقة سهلة، الكاتو هذا يجي بنين بزاف بزاف، يعني ذوق الكراميل، واستعملنا فيه التوفيه تاع الكراميل. كريمه الشاميه راح تزيد له ذوق، يعني تعطيه ذوق رائع، والبندق كذلك. البندق بالنسبة للبندق تقدروا يعني تحطوه في كاوكاو، ولا تحطوا لوز، ولا أي حاجة. من بعد راح نجي ونغلفو الكاتو تاعنا، راح نبعدو تماما على الشوكولا اللي راهي غالية. هنا راح نديروها بالكنافة اللي شريتها ديجا كانت محمصة. هنايا بالنسبة بين نلصقو الكاتو تاعنا ولا نغلفو بالكنافة، درت زوج مغارف نتاع عسل وثلاث مغارف تاع مربى المشمش، خلطتهم مليح مع بعضهم. يعني راح نديرهم كمادة لاصقة برك باش يتقن هذيك الكنافة. راح نفوت بالبانسو على هذاك الكاطو تاعي من كل جهة، من بعد راح نرمدو في هذيك الكنافة. الكاطو هذا ساهل ماهل، يعني ما فيش حوايج بزاف. راح نكمل كامل الكاتو تاعي، راح نرمدو في هذيك الكنافة، من بعد راح نشوفو مع بعضنا في صحن التقديم. انا كنت راح نقدمو كيما راه، لكن حبيت نزينو بشوية تاع فو بيستاج. كيما راكم تشوفو جبت شوية تاع شوكولا كانت عندي ذايبة، حطيت شوية برك وراني نحط في فو بيستاج من الفوق باه يجي باهي. هنا عندي ليكيسات في الفير بيستاج، يعني حبيت يخرجوا اسورتي. هذه الوصفة تاعنا تاع الكاتو في سلسلة حلويات العيد 2023. هذه الحلوى جات بنينة بزاف بزاف، محشية بالكريمة تاع الشامية اللي زادتها بنة على بنة، وثاني بذوق الكراميل، ودرنا توفيا كراميل. واللي راح تلقاو الوصفة تاع توفيا كراميل خدمتها في المنزل تلقاوها في صندوق الوصف. وهذا هو شكل الكاتو تاعنا بعد ما كملنا تزيين تاعو. انا راح نقسم حبه معكم باش تشوفوها كيفاش جات. جات خفيفه بزاف بزاف، وزيد كي تخليوها يعني في بورت مونجي راح تزيد تطرى معكم اكثر واكثر. اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم والوصفه تاع اليوم، ما تنساوش وما تبخلوش عليا بجام باه نكمل معكم سلسله لي كاتو تاع العيد ان شاء الله، اللي يكونوا اقتصاديين وما يكونوش فيهم يعني هذيك الشوكولا اللي تجي غاليه بزاف. المهم انا راح ندير معكم الوصفات اللي راح نديرهم، وان شاء الله يعجبوكم. وكما راكم تشوفوا هذا هو الكاتو تاع اليوم، يا رب يكون نال اعجابكم. خليوا لي جام وتعليق محفز، وان شاء الله نكون عند حسن الظن تاعكم. دمتم أوفياء لقناتي، وإلى اللقاء في فيديو جديد. سلام.